اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج الساحل. اليوم جولتنا في جامعه النجاح الوطنيه الحرم القديم. خلينا نتجول في ارجاء الجامعه ونشوف شو بنلاقي مفاجاه. طيب ظاهر من برنامج الساحل نصور معكم خدعه جاهزين في مجال. طيب اول شيء لقينا نظره هون شد فيها كل الارقام صح مظبوط. بدي واحد يخربشها بايده. خربشها منيح. بتعرف تلعب شديه؟ يلا ممتاز. الله عليك بس شكلك بتنغلب. جاهز؟ تمام. بدي هلا واحد منكم يحط اصبعه على اي كرت، بس يحط اصبعه. هذا الكرت، اوكي. هذا الكرت تعتمدوه بشكل نهائي ولا تغيروه؟ خذوا، شوفوه اثنين انا ممنوع اشوفوه، خلوه على جنب عندكم. تمام؟ حطوه منيح؟ اوكي، بدي تاخذ اربع كروت عشوائيات تشوف ليش كمان. أربع كروت عشوائية. هاي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. أوكي. هدول مش شرط تشوفهم. بدو تضيعوا الكرت تاعكم بيني. ضيعوه. خربشون. ضيع الكرت. ما حداش يعرف وينه. تمام. أوكي. افتحوا لإيديكم الأربعة. بحط بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض. كرتكم موجود هون ولا حدا بيعرف وين صح؟ عشان اتاكد اخربش انا كمان معكم اكثر. هيك لا انا ولا انتم بنعرف وين صح؟ هي رح نحط هاي هون واحد، رح نحط الكرت الثاني هون، ثلاثة أربعة وخمسة. كرتكم موجود هون صح؟ شفتوا اثنين صح؟ بس انا عن طريق الحرارة رح امشي ايدي بس هيك، بدي تطلع بعيني، تطلع بعيني. كرتك تسعة تسعة شوي تسعة تسعة بطلك إياه لونه أسود صح؟ خلينا نعرف نحدد بس وين موجود بالضبط. إذا كنا هون بعيد كل البعد، كمان هون بعيد كل البعد. خليك تطلع علي عشان نلعب. وهون كمان بعيد، بس في فرضية كبيرة إنه الكرت يكون هون. خلينا الآن نشوف كرتك موجود هون. حتى الحرارة بتقول لي اللي جنبه كمان تسعة، في عندهم كرتك وبجنبه تسعة تانية. تحياتي لكم. طب خلينا نعمل معكم كمان تجربة بسيطة. طبعا فلسطين تتكون من أربع ألوان، اللون الأحمر، اللون الأخضر، واللون الأبيض، واللون الأسود. عندنا هون فاضية وفيها كمان ميزة هون سحاب لحتى نتأكد. جبنا الآلة حاسبة مثلا. اوكي. راح نسكرها من هون. اعطيني اللون مثلا الأسود. واعطيني اللون الأبيض. واعطيني اللون الأخضر. وحط اللون الأحمر. كم لون عندنا هون؟ أربعة. طلع بس بلمح البصر، خليك مركز. واحد. اثنين ثلاث. شوفيت نزلنا جوا. لحظة لحظة. هذا ولا تكلة. علم الدولة. تحياتنا لكم يعطيكم الف عافية. خلينا نكمل جولتنا بجامعة النجاح ونشوف شو بنلاقي مفاجأة. أول شيء عندنا شدة فيها كل الأرقام. تمام. حرد يخربشها عشان واحد ما هي بالهاند بالترنيب بالتريكس. ملك الهاند شكله ما كل ليله بنغلق وبدفع الطاوله. طيب جاهز؟ اوكي. بدي واحد منكم يختار كرت. يلا حط اصبعك على اي كرت. هذا الكرت. اوكي رح نحطه هون. اوكي شايف هذا الكرت؟ بدي تحفظوه حفظ تام. ماشي؟ احفظوه وخليه معك. مش اقعد اقول لك شو الكرت تبقى مش حافظه. يلا احفظه منيح انت وياهم. يلا ما تخلينيش اشوفه. جاهز؟ حطه خليه معك. يلا خذ كرت بس تشوفوش. خذ كرت وتشوفوش. هلا بدي الكرت اللي معك تضيعه بين الكروت اللي معهم وتاخذ كل الكروت بايدك. يلا حتى انت حاول ما تعرف ايش وين مكانه. جاهز؟
تمام. هلا امسك الشده، افتح لي ايدك الثنتين، ترى منيح منيح خليها منبسطه. هاي كرت، هاي كرتين، وهاي كرت ثلاث، وهاي كرت اربعه. كرتك واحد من هذول الكروت صح؟ وانت اللي حافظه. فانا مجرد ما اطلع بعينك ما عليك واعمل هيك كرتك. شوف باقي الكروت تاكد انها طبيعيه مظبوط. شو رايك؟ طيب خلينا معكم كمان خدعه. انه هون بتعرفوا الدوله الفلسطينيه تتكون من لون اسود، امسكوا، بتتكون من لون ابيض، وبتتكون من لون اخضر، وبتتكون من لون احمر. وهون عندنا سله، شو هذه؟ في عندنا للسله مميزه انه بتنفتح من هون، اذا فتحناها ومدينا تطلع ايدنا طبيعي، فاهم كيف؟ وفي كمان ميزه انه بنقدر نسكرها. فاذا اخذنا اللون الاسود، اذا اخذنا اللون الابيض، هذول الالوان شو؟ اخذنا اللون هون، حطينا اللون هون، كم لون عندنا جوا؟ كل الالوان صح؟ بس بحركه سريعه بنعمل 1 2 3. هسه بفتح لك، شو بترجع عندك؟ علم الدولة. ايه كل شيء في كبار. تحياتي لكم، خلينا نكمل جولتنا في جامعة النجاح الوطنية ونشوف شو بنلاقي المفاجأة. طيب شباب، أول شيء عندنا هون شدة، شدة فيها بدي واحد بركز منيح، واحد نيرد لا الفاضي. طيب عندنا اوراق مختلفه، بدي حدا يخربش الشده لحتى خلص واحد فتيت يعني بنغلب شكله ليله ليله. ها شكله بحاسب على الطاوله كل ليله بتنغلب. لا والله كثير. طيب هلا بدي واحد منكم اساسي كل هون. طيب بدي تحط اصبعك على اي كرت، حط بس اصبعك عليه. هذا الكارت تعتمده بشكل نهائي وفي مجال تغيره. مجرد ما تاخذه بدك تفرجيه لكل اصحاب اللي معك، انا ممنوع اشوفه بتاتا. يلا احفظوه منيح. حفظتوه ولو جاهزين؟ طيب خد اربع كروت عشوائيه، اربع كروت ما تشوف النش، اربع كروت عشوائية اسحب اربعة، اثنتين ثلاث اربعة، ضيع لي الكارت بينهم. اوكي تمام تمام اوكي، الكارت بينهم صح؟ بدي تفتحوا لي ايديكم الاربعة، اثنين ثلاث اربعة، وايد خامسة كمان، ايد خامسة، ايد خامسة. ايوه اوكي، عندنا اربع كروت، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عندنا خمسة كروت صح؟ صح؟ تمام. هلا نعمل هيك، كرت بين هذول صح؟ مين شاف الكرت منيح؟ مش عندي، عندي خلص. أنت؟ طيب طلع علي منيح، طلع علي. كل الأمواج بتحكي هون. شفت الكرت اللي اختاروه؟ كرتك هون موجود. اعتبروا هذا خير. عم تقرا علي شوي. بكره اذا بدك. راح تكسر. في اثنين. اثنين الكرت. اثنين. شوي. هلا كمان عشان فتك زياده راح اعمل كمان اثنين جنبه. في مجال نعمل معكم خدعة؟ اوكي. بداية بدي افرجيكم اوراق هاي الشدة انها اوراق طبيعية وما فيها اي مشكلة، صح؟ وللتأكيد اكثر بدي حد يخربشها بايده. خربطها.
جاهز؟ طيب عندنا هون اوراق شد مخربطات وما بنعرف الارقام شو هي وكلياتها فايتة ببعضها. بدي واحد منكم يحط اصبعه على اي كرت، اصبع هذا الكرت تاخذه ولا تخليه؟ تاخذه؟ اوكي خذ الكرت، شوف انت وصاحبك حطه على جر صاحبك، احفظتوه اثنين، احفظتوه اثنين، اوكي يلا. هلا بدي تاخذ كرتين عشوائيات بس ما تشوفهم، ما تشوفهم ها؟ اوكي خليهم على يدك. في عندنا هون كرت احفظتوه اثنين صح؟ صح؟ اثنين احفظتوه صح؟ اه صح؟ بدي تخلطوا مع هدول الاوراق بدون ما تشوف شو الاوراق، ماشي؟ ضيعوه بينهم يلا. جاهز؟ اوكي افتح هذيك التنتين. لا بحط بعض بحط بعض. نعم عليك. هاي الكرت الاول، الكرت الثاني، الكرت الثالث. كرتك واحد من هذول الكروت صح؟ اه انت ما بتعرفوش يمكن. وانت ما بتعرفوش يمكن. بدي تحط عينك على كرت. حطيت؟ بدي واحد منكم مش اثنين. وين حطيت عينك؟ على كرت. هذا ولا هذا ولا هذا؟ اه. كرتك. السلام عليكم. وعليكم. شو الاخبار؟ طمنا عنكم، وضعكم ان شاء الله مبسوطين؟ شو اخبارك؟ تفضل حبيبي. وضعكم؟ معنا هنا شدة. والشدة شو فيها؟ كل الارقام. حد يخربشها؟ آه شكله بنغلب كل ليلة، طب ضعيفة. جاهز؟ جاهز؟ طيب، بدي تحط اصبعك على اي كرت. اصبعك بس هيك اشرع كرت. هذا الكرت. تعتمده ولا تغيره؟ اوكي، خذه، فرجيه لكل الشباب، انا مش لازم اشوفه. جاهز؟ حفظتوه تماما؟ حفظتوه؟ لا تفرجونيش اياه. الكاميرا عادي، كاميرا عادي. تمام اوكي، بدي تاخذ اربع كروت عشوائيات. في اربع كروت. ثلاثة. اربعة، ضيع الكرت بينهم. تمام كمان. جاهز؟ لا تحفظه ولاش خلاص. اعطوني الكروت. افتحوا لي خمس ايدين يلا على السريع. هاي واحد اثنين ثلاثة، خلوني كراب. كراب ايوه. ايوه هي خمسة تمام. كرتكم هون صح؟ ولا حدا بيعرف وين. ولا انا كمان صح؟ صحيح. نحط الكرت الاول. الكرت هون. الرابع هون. والخامس هون. كرت موجود هون صح؟ حافظينه كلكم؟ لازم تطولوا. مش هون مش هون. عينيكم كلها بتقول شو الرقم. والله هذا. مش انا والله ما انا هو. والله هذا. شوي. والله هذا. صلى على النبي شوي. قبل ما شو اسمه اشوفه. شيخه. تحياتي لكم. شو الاخبار؟ طمنونا عنكم. طيب ظاهر من برنامج الساحر. بنعمل معكم خدعه. جاهزين؟ جاهزين؟ طبعا معنا هون شده فيها كل الارقام. بدي واحد منكم يخربشها بايده لحتى نتاكد انه ما فيش سمسره بالموضوع. جاهز؟ جاهز؟ بدي واحد منكم يحط اصبعه. ولا عملنا شيء بعدنا. بدنا تحط اصبعك على كرت. هذا هذا. هذا متاكد؟ ما بدك تغيره؟ طيب خذوه فرجيه للشباب. ممنوع اشوفه. جاهز؟ خلي الكرت معك، موجود معك؟ اوكي بدي تاخذ اربع كروت عشوائيات. هذول مش مشكلة. يلا ضيع الكرت اللي حفظتوه بينهم. ضيعوا. تمام؟ تمام؟ طيب اعطوني خمس ايدين.
خمس ايدين هيك. خمس ايدين؟ خمس ايدين. هاي خمسة. تمام. هلا رح ناخذ عشان كمان انتم ما تعرفوش وين الكارت. رح نخربط في زيادة. اوكي. رح ناخذ هاي كارت هون. هاي كمان كارت هون. هاي كمان كارت هون. هاي كمان كارت هون. هاي كمان كارت هون. كم كارت معنا هون؟ تعرف وينه انت؟ تعرف وينه؟ كيف عرفت؟ انا بعرف. وانت بتعرف وينه؟ حافظين يعني مطرح ولا شفتوا الكرت؟ انا قدرت تقدير. هذا تقدير بسيطة. راح احاول اعرف انا وين الكرت. مش هاد. ولا هو. في مجلسات اول؟ عادي. يلا كمان مش هاد. يلا. ذا الكرتين. ركار. كمان مش هاد. خلي بيدك. يلا. طلع بس بعيني. كارت تسعة صح؟ طيب هاي بداية. فكرة هاي هون. خلينا نعقد الأمور شوي. تجيب لي الإعلام. علم فلسطين، علم فلسطين معروف مكون من شو؟ أربع ألوان. من لون أحمر. من لون ابيض، من لون اخضر، ومن لون اسود. طبعا هلا زي ما بنعرف في عندنا هون انا حاطط سحاب. في حال فتحنا جبنا كميه المي راح تنزل. اوكي. بنفس الطريقه راح نسكر السحاب. نرجع نتاكد انها فاضيه. اعطيني اللون الاخضر نحطه هون. احمر مالك على احمر؟ نحطه هون. ونحط الابيض هون. ونحط الاسود هون. كم لون عندك؟ شو في عندنا هون؟ اربع الوان صح؟ راح نعمل. راح بس في مجال تدخل هنا لجوا بيده. بس دخل 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 خلص خلص ارفع ايدك على السريع. في مجال تدخل هنا بزياده؟ لحظه شوي شوي عمالك. شوي شوي خليه. بس بدك نروح نركبها. امسك بيدك اليمين، امسك بيدك الشمال، واسحب 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 هون. حابين نعمل معكم خدعه جاهزين؟ طبعا هون معنا شده. شو فيها؟ ارقام بلاوي صح؟ بدي حدا يخربشها بيده. خربطها يعني تخليش ولا كرت مكان. ولا كرت. شكله بنغلب كل ليلة على الطاولة. تشدد شاطر بالله تخربش. تمام. هلا الكروت تخربشت صح؟ بدي تحط اصبعك على اي كرت. بس حط اصبعك على اي كرت بدك اياه. خلص خلي هذاك اياه. تأكد في مجال التغيير مسموح ولا خلص تعتمدوا؟ خلص. اوكي بدك تشوفه انت واصحابك، انا ممنوع اشوفه. يلا. تمام. خبوه منيح ما اشوفوش. خبيته مع مين؟ معك. خد اربع كروت عشوائيه. شوف النشاط. يلا ضيعوا الكرت بينهم بدون ما تشوفوا الكرت. يلا ضيعوه. تمام. حلو. هنا الكروت. اعطوني خمس ايدين. خمس ايدين. خمس ايدين. خمس ايدين. واحد اثنتين ثلاث كمان تنتين. خلص اوكي. كرتكم موجود هون صح؟ ولا حدا بيعرف وين صح؟ اوكي خلينا هلا نحط كرت هون. كمان كرت هون. كمان كرت هون. كمان كرت هون. كمان كرت هون. كرت هون موجود. طلع علي الثلاث. مش هاد. ولا هاد. مش هاد. طبعا ليش نفتح هسه الكرت؟ حط ايدك عايده وشد منيح. طبعا مبدئيا انتم ثلاثه والكرت ثلاثه وهذا هو كرت الثلاثه. صح مظبوط. طيب نعمل كمان شغله معكم. شوف نعقد الامور شوي.
وانا معنا سلة. علم فلسطين من كم لون مكون؟ أربعة. أربع ألوان. اللي هي اللون الأسود. خليه معك. واللون الأبيض. واللون الأحمر. واللون شو؟ الأخضر. طبعا هون السلمة لها فاضية صح؟ هلا في عندنا هون تقنية سحاب، إذا فتحناه حطينا هيك بنزل أي شيء. فإحنا على أساس إن ما يكعن راح نرجع نسكر السحاب، نجيب اللون الأسود نحطه هون، ونجيب اللون الأبيض كمان نحطه هون، ونجيب اللون الأحمر كمان نحطه هون، ونجيب اللون الأخضر. بدي تنزلهم لتحت، نزلهم شوي لتحت كمان شوي. خلص جاي ارفع ايدك. اوكي اسحبهم كمان مره من جديد. اسحبهم. شو تيل شو هيك؟ علم الدولة. طريقة سريعة. تحياتنا لكم ويعطيكم الف 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 عافية. خلينا نكمل جولتنا في جامعة النجاح ونشوف شو بنلاقي. يعطيكم العافية شباب. شو الأخبار؟ نعمل معكم خدعة. جاهزين؟ خدعة جاهز. خدعة مع مين؟ زيكو. تاع زيكو. زيكو عنا هون شدي فيها كل الأرقام. خربشها بيدك. زيكو بتلعب شدي؟ تنغلب شكلك. جاهز؟ طلع زيكو الفن. بدي خمس إيدين. واحد اثنين. واحدة. يلا هي خمس. رح ناخذ كرت هون. زيكو بتعرف وين الكرت؟ بالامان بدك ما تشوفه. لا والله ما بعرف. بالامان بدي اعملك زيكو. بتعرف وين الكرت؟ على الامانه. وين الخمسه؟ الكرت واحد هون صح؟ صح. رح ناخذ على الحراره نبلش. طلعوا علي. طلع بعيني زيكو. طبعا مش هذا الكرت. ولا هذا. والله هذا انا هذا بيفوت عندي صعب يطلع. خلي الكرت عندك ما تفتحوش. طلع بعنية. كرتك ثلاث. ثلاث كرتك صح؟ ثلاث. يا زيكو. وحش شريف. وهيك بنكون ختمنا جولتنا في جامعة النجاح الوطنية الحرم القديم. تابعونا في الأسابيع القادمة بحلقة جديدة من برنامج الساحر.